الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. علماؤنا الأجلاء، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. ضيوف مصر الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان دور المرأة في بناء الوعي. وخير بداية بالقرآن الكريم مع فضيلة الشيخ عبد الناصر حرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، إنا خلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا ق
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا أؤمن دارك الإسلام وقع المرأة في موضعي الله ورد لها اعتبارا وفرد الله من أفكار الخطيئة. الإسلام حب المرأة وعظمها.